نعم، لما كانت تكلموا على واحد البنيتة ولا واحد الفتاة تربت بدلال، التحقت بحياة الأسرية وتعيشت بنفس الطريقة مع الزوج ديالها، بطبيعة الحال غادي تعيش واحد شوية ديال الظروف كتكون صعيبة. حنا قلنا خصها ترجع للحياة الطبيعية ديالها، وهادو غالبا كيتمناو يكونوا في وضع طبيعي، ولكن ربما ما كيملكوش المهارات اللي غادي تساعدهم لذلك. لذلك راه عموما مطروح عليهم تحديات وصعوبات كبيرة. أول تحدي هو غير كيفاش يصبح شخص طبيعي، كيفاش تصبح هذه الأم المدللة هي أما طبيعيا كتمارس حياتها اليومية في العلاقة بالوليدات ومحيط الأسرة وما إلى ذلك بشكلها الطبيعي. هذا تحدي واحد. جوج، تحدي جوج هو كيفاش تربي وليداتها على المسؤولية، تربيهم على التربية الإيجابية بالمفترض خصهم يتربوا عليها الوليدات وهي كانت مدللة. فكيفاش غادي تدلل وهي كانت مدللة، كانت كيفاش غادي تهتم وهي كانت مهتم بها إلى آخره. ثم ثلاثة، توفيق ما بين الدلال ديال الزوج ديالها بها، كانت مدللة عند الوالدين مدللة عند الزوج، وكيفاش غادي تلبي الحاجيات ديال الوليدات. أيضا العلاقة الزوجية عندما يكون حتى الزوج براسو تربى مدلل، هي تربت مدللة والزوج تربى مدلل، فكيفاش غادي تكون هذه الحياة أسرية ولا زوجية طبيعية؟ إذا هذا تحدي آخر. من التحديات الأخرى كيفاش تبني علاقة زوجية إذا كان الزوج ديالها من النمط غير مدلل، بمعنى غادي يقدر يكون خشين، يقدر يكون شويه ميال الى الحياه ربما المنطقيه والعقليه، وما غاديش يقبل بداك الشكل باش هي مرات تربط به الى اخره. كاين ايضا العلاقه مع العائله ديال الزوج، وحنا كنعرفوا العائله ديال الزوج غالبا كيرفضوا الام ولا الزوجه ديال ولدهم تكون مدلله، كيرفضوها وكيرفضوا حتى الوليدات ديالها الى ترباو بالدلال، فكيفاش غادي تبني معهم علاقه ناجحه الى اخره. ايضا العلاقه مع المساعد، المساعده داخل الأسرة، دابا الخادمات ديال المنازل والمساعدات في المنازل كيكونوا أيضا كيتمحنوا مع تيدا، كيفاش تبني معهم علاقة اللي كتهم أيضا الوليدات إلا كانوا كيقراوا، العلاقة مع المدرسين ديال وليداتهم إلى آخره. هاد التحديات وغيرها مطلوب في الحقيقة نفكروا فيها بشكل جماعي، لعل هاد الأمهات ترجع للحياة الطبيعية ديالها وبشكل سليم وهانئ وسعادة.